السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام. مسيحي ألقى خطبة الجمعة ومات بسبب الفشل الكلوي. هنعرف تفاصيل كتيرة جدا عن الفنان الراحل القدير يوسف داود. الفنان يوسف داود كلنا اتفرجنا على أعماله الفنية اللي عجبت الجميع، وزي اليومين دول ذكرى العشر سنوات على رحيله. رحل يوسف داود في 24 يونيو 2012، بعد رحلة عطاء فني كان فيها أحد نجوم الكوميديا اللي اتمتعوا بشعبية كبيرة جدا وجماهيرية كبيرة، وترك أعمال فنية تشهد بعبقريته الفنية ويبقى بعد رحيله. الفنان يوسف داود الذي تميز بصوته وأدائه المميز وقدرته على أداء الأدوار، أدوار الخير والشر، وكمان هو من مواليد محافظة الأسكندرية. ولد يوسف داود في 10 مارس 1930، وتخرج من كلية الهندسة قسم الكهرباء عام 1960، وعمل مهندسا ثم تفرغ للفن منذ عام 1985، بعد أن التحق بالدراسات الحرة لمدة عام. وكانت بداية يوسف داود في مسرحية زواء المداء، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقدم العديد من الأعمال الدرامية والتلفزيونية والسينمائية والمسرح كمان. شارك الفنان يوسف داود في فيلم كراكون في الشارع والنمر والأنثى والسادة الرجال والعديد من الأعمال الفنية مع عادل إمام. وخلال مشواره الفني تحدث الفنان الكبير يوسف داود لعديد من المواقف التي لا تنسى، مع من بينها ما حدث خلال تصوير فيلم سمارة الأمير إنتاج 1992، وكانت بطلته الفنانة نبيل عبيد ومحمود حميدة ويوسف داود، حيث ضاعت حقيبة بها 10 باروكات كان من المفترض أن تستخدمهم النجمة نبيل عبيد في مشاهد الفيلم المختلفة، وتسبب اختفاء الباروكة في تعطيل التصوير لمدة 10 أيام حتى تم العثور على الحقيبة اللي داخلها الباروكة. وعندما بدأ التصوير مجددا في أول يوم بعد إعادة الباروكة للفنانة نبيلة عبيد، تم تعطيل مرة تانية التصوير بسبب أن الفنانة نبيلة عبيد اندمجت أثناء تصوير أحد المشاهد بتاعة الفيلم اللي جمعتها بالفنان يوسف داود، وقامت من خلال المشهد بضربه بالكرباج مما تسبب في إصابته بجرح في رأسه وسالة الدماء، ولتصاب الفنانة الكبيرة بحالة من الهلع والقلق على زميلها، وتم تعطيل التصوير من جديد. يلتئم جرح الفنان يوسف داود، وبعدها تم استئناف العمل في الفيلم. وكان الفنان الكبير يوسف داود واسع الثقافة على الرغم من انه مسيحي، إلا أنه درس الدين الإسلامي كدراسة حرة، حتى أنه قام بتقديم خطبة الجمعة لزملائه في الجيش. وعانى الفنان يوسف داود قبل وفاته منذ عام 2004 من الفشل الكلوي، وكان يقوم بعمل غسيل 3 مرات في الأسبوع، وتوفى في 24 يونيو 2012 عن عمر يناهز 79 عاماً.